انتهى شهر العسل في البصرة بعد إزدال الستار عن خليج 25 بكل ما حملت من تداعيات إيجابية. الوضع الخدمي والأمني خلال أيام البطولة كان يشار له بالبنانة، فيما يترقب الشارع البصري إمكانية الحفاظ على تلك المكتسبات. أعتقد اليوم هذا الموضوع ماضي بالحكومة المحلية حتى قبل خليج 25. هذا الموضوع يحتاج إلى يعني موازنة وكذا، وهذا الأمور الإدارية. فأعتقد الأمور ما بعد خليج 25 هي إن شاء الله ماشي بالاتجاه الصحيح، وأعتقد ممكن أنه هناك خطة لدى المحافظة بتأهيل المدينة من كل النواحي، من الجانب الأمني، من الجانب الخدمي، من الجانب الصحي. أتمنى على الحكومة المحلية والمركزية أن تبقى بنفس الجهد وبنفس الخطوات التي سعت فيها من أجل بصرة أجمل، لأنه حقيقة أعتقد أن البصرة الآن ستصبح قبلة للخليجيين وخصوصا أبناء دول الخليج المجاورة للعراق، لأنها مدينة استطاعت أن تحتضن كل العرب وكل العراقيين الذين جاءوا إلى هذه المدينة. البصرة لم تسجل أي نزاع عشائري مسلح طوال فترة إقامة البطولة، فيما يتحدث برلمانيون عن اتفاقات مسبقة لإيقاف الخلافات أو تأجيلها دعما للاستقرار الأمني. كثير من الأمور المعلقة السابقة، أنا أعرف قضية صار سنتين ما محسومة، ولكن يخبرني أحد المصلحين أنه أكو تعاون كبير من شيوخ العشائر بإعطاء العطوة وتمهيد لإنهاء الإشكال، وذاك بفضل خليج 25 حسب قوله، أو بفضل أنه النفس الوطني والبصري، وأيضا هناك إرادة شعبية عشائرية جماهيرية لإنجاح هذه البطولة من أجل البصرة. ويرى بصريون إن ما بذلته الحكومة من جهود استثنائية لإنجاح بطولة الخليج الكروية يمهد لاستمرار تدفق الخليجيين على البصرة كقبلة سياحية جديدة لهم. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.